كما كانت الفرقة الجنائية بمصلحة ولاية الشرطة القضائية بمعية الفرقة في الشرطة القضائية الأمن الحضري الخارجي لأمن دائرة زبوجة بأمن ولاية جنيف من تفكيك شبكة وطنية لتهريب وتزوير المركبات من مختلف العلامات والأصناف. القضية التي تمت بعد استغلال دقيق وعميق لمعلومات تحصلت عليها عن ذات المصالح تفيد بقيام عدد من الأشخاص بإدخال عدد من المركبات من مختلف العلامات إلى التراب الوطني عن طريق التهريب، ليتم بعدها تزوير ملفاتها القاعدية وبيعها وتسويقها عبر مختلف الولايات، ليتم بعدها مباشرة التحريات والأبحاث. وتمكنت من استرجاع 42 مركبة وضبط ملفاتها القاعدية المزورة، كما تكللت الأبحاث من توقيف 9 أشخاص من أفراد الشبكة ينحدرون من عدة ولايات عبر الوطن. وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية وحيل المشتبه فيهم أمام محكمة تونس.